عسلامة ومرحبا بكم توانسة الكل، مرحبا بكل متابعي ومتابعات صفحتنا الكرام. إن شاء الله عيدكم مبروك. اللايف هذا ما كانش مبرمج على الطاير، لأنه اللي صار اليوم والمشاهد اللي شفناها اليوم يوم عيد الأضحى، طبعا في القرارات المرتجلة اللي أخذتها الحكومة الحالية، خليني نقول، ومن بعد قدمت وزير الصحة كقربان للنتائج اللي صار هذا. شنو صار اليوم؟ كالعادة قرارات غير مدروسة، قرارات مرتجلة، قرارات شعبوية، ما فماش حتى ما نعرفش لي كونسيي نتاع الحكومه ولي كونسيي نتاع الوزارات نتاعنا في تونس كيفاش يخدموا. معناها فريمون بيزار، معناها تعمل دعوه على التلفزه الوطنيه ودعوه على منابر الاعلام انك باش تلقح للناس الكل من غير منظومه ايفاكس، والا الناس الكل تمشي من غير حتى موعد، وتمشي للي سانتر نتاعك من غير ما تقرا حسابك، واليوم مثلا باش تحل 5 6 سانتر في البلاصه هذيك باش على الاقل يخف الشارج نتاع الناس اللي قاعده تستنى، تخلي عدد السانتر هو بيدو وتعطي عدد تلقيح محدود، يعني ديزون يعطيو 1000 للسانتر، 1000 تلقيح للسانتر، تلقى قدامه 5000 و6000 مواطن يستنى، معناها بالله باش يلبسوا لي ماسك، بالله باش يلبسوا لي بافيت نتاعهم، قداش باش تكون الديستانسياسيون، الريسك نتاع الكونتاميناسيون كبير برشا، نتاع العدوى كبير برشا برشا. دونك المشاهد اللي شفناها اليوم في عده ولايات، براتيكمون في كل الولايات اللي تلموا وتجمهروا حولها المواطنين مسكنات ماشيين باش يلقحوا باش يمنعوا ارواحهم، شنو اللي صار؟ اكتظاظ كبير، معناها بملخص العباره تمشي باش تلقح ضد الهنديه تروح بالنيجيريه للدار، تمشي باش تلقح ضد السلاله البرازيليه تروح بالسلاله البريطانيه للدار. دونك هذا هو بالضبط اللي صار في تونس، كما قلت، نتيجه لقرارات غير مسؤوله، قرارات اعتباطيه، قرارات ترتكز على الشعبويه بالاساس. هنا قاعدين نعملوا لكم وهنا قاعدين نحاولوا معاكم، هما بالعكس قاعدين يزيدوا يقتلوا فينا، قاعدين يزيدوا يدمروا في البلاد هذه، قاعدين يزيدوا يقتلوا في كل نفس للمواطن التونسي. ليزي كيما حكيت ولامس على الشهاري اللي هي ما تصبتش قبل عيد الاضحى، واللي هي فضيحه معناها وكارثه، وكانه الدوله تنتقم من مواطنيها ومن شعبها. ليزي توا كمل ياخذوا له قرار كيما هكا يعرضوا له حياته للخطر، المواطن التونسي هو ناقص ديجا يعاني في الامرين، يكملوا يعرضوا له حياته للخطر. كيف كيف انجر عليها إقالة وزير الصحة، وإقالة وزير الصحة هذه حكيت فيها أو لامس، قلت لكم رأي منتظرة الإقالة هذه من طرف الحكومة، لأن الحرب واضحة ما زالت قائمة ما بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. وطبعا بالنسبة للحكومة والإخوان، وزير الصحة هو تابع للشق نتاع رئاسة الجمهورية، دونك ما يزموش يكون موجود. وهما توا بالمناسبة قاعدين يحضروا لتقديم المهدي المنتظر على رأس وزارة الصحة، ولما لا يكون في المستقبل رئيسا للحكومة كما قلت لكم. دونك لهنا حبيت نزيد نذكركم مرة أخرى يا توانسة، راهو بالنسبة للتلقيح وعدد التلقيح والمعدات الطبية اللي الدول الشقيقة والصديقة ودول العالم الكل منت بها علينا وتبرعت بها لتونس، راهي هذيك الكل باش يقتاتوا منها الحكومة الحالية، وباش يستغلوها إعلاميا، وباش يطلعوا هما منقذي الشعب، منقذي المواطن التونسي ومنقذي الشعب، ولا هو غير صحيح بالمرة. إذا كان جاي عينتهم باش ينقذوا الشعب، راهم كمانداو التلقيح عندهم عام وعام ونص، راهم انقذوا حياه التوانسه كال 20000 اللي ماتوا براتيكمون، هذوكم ماشيين في اتجاه ال 20000 توا، راهم هذوكم ما ماتوش 20000. اذا كان الحكومه كمانديت التلقيح وكانت عندها سياسه استشرافيه ومعناها نظره استشرافيه للامور، وكانت تخطط الون تيرم وامويان تيرم، مش تخطط اكور تيرم وتعمل في قرارات شعبويه فارغه معناتها من غير حتى شيء ومرتجله، وقرارات بعد ساعات تحسها ما عندها لا اساس ولا راس. داير قالت الكلام هذا اللجنه العلميه، قالوها عديد اهل عديد من اهل الاختصاص، من الاطباء، من علماء الفيروس، المختصين في الفيرولوجي الى اخره، قالوا راهو بالنسبه للقرارات هذه اللي تم اتخاذها سابقا راهي قرارات غير ناجعه وقرارات غير مدروسه بالمره. دونك رجاء توا على الاقل مش متوقعين حاجه كبيره من الحكومه هذه، اما على الاقل راعيوا حياه المواطن التونسي، على الاقل بدلوا لي كونسيي نتاعكم بالنسبه للناس اللي تاخذ في قرارات كيما هكا، الا دبر عليك نحيه بدلو، شوف كونسيي اخر تهمه حياة التوانسة ويكون عنده درجة على الأقل من الوعي ودرجة صغيرة من الذكاء اللي تخوله أنه ياخذ قرار تتحمل مسؤوليته الحكومة فعلا. ومرة جاية كيف تفشل الحكومة في قرار من قراراتها، راهو مش لازم تقدم لنا وزير قربان باش تطلع هي راهو شنو باش تنظف وش باش تعمل، إيش باش تعمل توا كي أقلت وزير الصحة، شنو عملت أنت توا؟ تراي الحكومة هي اللي تتحمل المسؤولية نتاع القرارات الاعتباطية هذه، مش وزير الصحة وحده يتحمل راهو. وبالنسبة كيف كيف راهو قلت للي كونسيي خاصة المكلفين بالإعلامية في الصفحات الرسميه نتاع الوزارات، ردوا بالكم يعيشكم الاخطاء الكارثيه، خاطر بالله باش تقول لي فوت دو فراب، ماهيش فوت دو فراب انك تهبط لي اليوم عيد اضحى تهبط لك وزاره الفلانيه تهنئ الشعب التونسي بعيد الفطر،
ماهوش عيد فطر راهو عيد اضحى، وماهيش فوت دو فراب، ردوا بالكم اقراوا وعاودوا اقراوا قبل ما تهبطوا البيانات الرسميه، ومن بعد كي صلحوها ردوها عيد الاضحى معناها بالهمزه في الاخر. دونك فضايح خليتونا معناها بالحق، ما تلقى ما تفهم يا اخي، فماش ناس قاعده، فماش ناس كومبيتونس قاعده تتسير في دواليب الوزارات ودواليب الدوله، ما فماش دي كونسيي معناها دو كاليتي على الاقل يشوفوا ويراجعوا الحاجه قبل ما تهبط لعامه الشعب وقبل ما تهبط للعموم. خليتونا فضيحه بين الامم. تونس قبل لي باج اوفيسيال نتاع الوزارات ومواقع الوزارات قبل 2011 كانت كيف تهبط حاجه، ولا غلطه لغويه تلقاها فيها، ولا فاصل ناقص، ولا فيرجول مش في بلاصتها، ولا نقطة مش في بلاصتها. ناس تثبت وناس تحترم، لأنه هذاك راهو احترام للمواطن التونسي. راهو احنا دولة عربية مسلمة في نهاية المطاف، واللغة العربية هي لغتنا الأم. إذا كان أنت تكتب لي بلغة عربية مكسرة ومدقدقة كرايمها وغالطة كيما هكاكا وتعمل العار وتعمل الفضح، فردوا بالكم واحترمونا شوية، على الأقل احترموا المواطن التونسي واحترموا الشعب هذايا واحترموا الدولة اللي خذيتوها للأسف الشديد ودمرتوها. خذيتوها دولة بمؤسساتها قوية، ودولة تحب ولا تكره كانت فما دولة واقفة ودولة صامدة، ودولة كان مش المؤسسات نتاع الدولة وكان مش الإدارة التونسية. راهو احنا تو مانيش عارف وين وصلنا بعد العشر سنوات هذوما السوداء من حكم الإخوان ومن حكم ربيع الخراب والدمار. هذا اش حبيت نقول، ما نطولش عليكم أكثر، نخليكم مرة أخرى عيدكم مبروك، وإن شاء الله إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير، وإن شاء الله ربي يزيح علينا هالغمة وربي يخفف علينا آثار هالوباء اللعين هذايا ومخلفاته، وإن شاء الله بأقل أرواح، وإن شاء الله ما عادش نسمعوا بأرواح تونسية تمشي جراء هذا الوباء اللعين. تحياتي وتصبحوا على خير.